صباح الخير وصباح السعادة لحضراتكم جميعا وحلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. وبجد النهاردة احنا جايين فرحانين لأن امبارح كان في حدث محترم جدا وحدث إنساني جدا، يعني أعتقد مش بس مصر، العالم العربي يمكن العالم كله كان بيتابعه وبيشاهده، فحاجة جميلة وحاجة تدعو للفخر. وبنتكلم دايما إن ملف ذوي الإعاقة يعني اللي زمان كنا بنحاول إن احنا يعني نحسنه ونهتم بهذه الفئة وبندور ومنظمات حقوق إنسان تتكلم ومنظمات NGOs عامة بتتكلم والناس ولكن في الآخر لما يجي بقى عندك قيادة سياسية بجد بتهتم بجميع فئات المجتمع ساعتها بتحصل أو ساعتها بتشوف التغيير على الأرض. ده اللي حاصل فعلا، يعني احنا بنتكلم في ملف بجد في غاية الاحترام ونال اهتمام كبير جدا جدا من جميع دلوقتي أطياف المجتمع، وفكرة كمان دعم الرئيس وفكرة كمان الاحتفالية الجميلة اللي احنا شفناها امبارح والامتيازات اللي الرئيس حتى تحدث عنها انه عايز يديها ويزودها لهذه الفئة المحترمة يعني المنتجة كمان في أي مجتمع بتكون فيه وتحديدا كمان المجتمع المصري. هنتكلم يعني بتفصيل عن كل ده النهاردة، بس خلينا في البداية كده يعني أنوه مع حضراتكم زي ما احنا متعودين الفقرة الأولى هيكون معانا كلام عن تحطيم الأرقام القياسية في التمارين الرياضية، الفقرة الثانية هيكون معانا بقى الملف المحترم ذوي الهمم، بس المرة دي هنتكلم فيها مع اثنين من أبطال السباحة بالنادي الأهلي، يعني هم سباحة من ذوي همم ولكن خلينا نرجع ونقول هم أبطال وأشخاص فعالة في هذا المجتمع بجد. فامبارح كانت حاجة محترمة جدا ونظرات الحب اللي احنا شفناها واحتفالية ولا أروع بجد، كلنا تابعناها وتابعنا تحديدا أحمد طارق لو حضراتكم أكيد عارفين، يعني أحمد طارق هو من ذوي الهمم وهو بطل رياضي جميل جدا وكان بيقول امبارح قدام الرئيس قال أنا نفسي ألعب في النادي الأهلي. وبالفعل سيادة الرئيس امبارح يعني وجه للنادي الأهلي كمان هذا الطلب وأصدر النادي الأهلي بناء على هذا البيان الخاص بيه، وقال فيه تحديدا كده بيان النادي الأهلي خليني أقرأ لحضراتكم، قال بخصوص دعم ذوي الهمم بناء على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيدا على اهتمام الدولة ومؤسساتها الوطنية بذوي الهمم اللي بيمثلوا جزء مهم من مستقبل الوطن، بيستقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في الساعة الواحدة ظهرا النهاردة الاثنين الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم اللي طلب من السيد الرئيس في احتفالية قادرون باختلاف تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة في النادي الأهلي بوصفه هنا بطل جمهورية في اللعبة. بادر طبعا كابتن محمود الخطيب بالموافقة والترحيب بتلبية رغبة أحمد طارق وهيكون في استقباله النهاردة بإذن الله بمقر النادي بالجزيرة. وكمان كابتن محمود الخطيب وجه الشكر والتحية لفخامة الرئيس السيسي لبالغ اهتمامه بكل شرائح المجتمع المصري ومقدمتها طبعا ذوي الهمم والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم والاستفادة أو استفادة الوطن من قدراتهم، خاصة أن هناك كثيرين من هؤلاء الشباب المثمر رفع علم مصر في محافل رياضية دولية وأخرها كمان دورة طوكيو واللي حقق خلالها أبطال مصر من ذوي الهمم إنجازات كتيرة جدا وميداليات عديدة جدا. وكمان أكد كابتن الخطيب على تقدير وتعاون النادي الأهلي الكامل مع كافة مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن لا سيما وأن ما يقوم به النادي الأهلي ومسؤولوه وفرقه الرياضية على مدار تاريخه هو الدور الوطني اللي بيعتز به دوما للصالح العام. واتساقا مع الدولة ونهجها للنهوض بكل أبناء الوطن في شتى المجالات عموما، يعني خلينا نروح نشوف دلوقتي ده كان البيان، بس أنا عايزة حضراتكم برضو اللي ما تابعش امبارح يروح يشوف معانا دلوقتي أحمد طارق قال إيه ونرجع نكمل. أنت عندك أمنية أنت بقى؟ بصراحة عندي أمنية وأمنية كبيرة كمان. إيه بقى؟ أنا بصراحة أنا سباح ونفسي يعني ألعب سباحة في النادي الأهلي. طب ما لازم لازم النادي الأهلي ياخدك دلوقتي يا أحمد دلوقتي واحنا قاعدين كده خلاص انت هتطلع من هنا على الميو على طول. لا واحمد ما شاء الله كمان يعني مثقف وبيقرا كويس وعنده معلومات هايله كمان ومستمع جيد لكل محطات الاذاعه مش كده؟ مظبوط. وبتحب الجمبري ولا لا؟ خلي الموضوع ده بعدين بقى. يعني النادي الاهلي تلاقي دلوقتي كله فرحان انك انت تبقى عضو من اعضاء. طبعا ايوه طبعا عشان انا سباح وبطل جمهوريه برضه حضرتك. صحيح ايوه صحيح طبعا طبعا. كابتن محمود الخطيب بعت ابروف ده على طول دلوقتي بس خلاص. عايز حاجه تاني يا احمد؟ لا. ها
يعني اطلب ايه اكتر من كده يعني. حاجة جميلة جدا، وفكرة كمان ان هي مش مجرد احتفالية، لا فيها حديث ودي مع سيادة الرئيس، ويعني هم بيتكلموا وبيقولوا كل حاجة نفسهم فيها وبيعبروا عن نفسهم. هو ده المشهد اللي احنا دايما كنا حريصين عليه لكل فئات المجتمع. فانت قاعد بتتكلم وبتتناقش بتقول اللي جوه قلبك، بتقول امنياتك لسيادة الرئيس، وكمان بيتم تلبيتها. فموقف محترم جدا حقيقي من سيادة الرئيس، ودايما داعم، او يعني خلينا نقول ودعم رئيسي كمان لذوي الهمم وفئات كتيرة جدا في المجتمع. وشفناه ده كتير. وكمان لو هنروح على السياق الاخر والنادي الاهلي ومجلس ادارته برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب، برضه تلاقي في حاجات كتيره وملفات كتيره انت ماشي في نفس المسار الوطني ودعم توجيهات الدوله، خاصه برضه لو هنرجع نتكلم عن ذوي الهمم. واحنا لو هنتكلم ونخص نفسنا برضه في برنامج 10 الصبح، احنا دايما بنتكلم ولينا دايما يعني لقاءات يمكن اسبوعيه مع هذه الفئه اللي بنتشرف بيها، وهي بجد بتبقى فئه يعني فيها موهوبين كتير جدا. زي ما انا هفضل اكرر كلامي أنا وكريم دايما بنقول إحنا بنتعلم منهم. فتحية كبيرة جدا، وأنا عايزة أناقش حضراتكم في شوية كده حاجات ومكتسبات يعني كانت لهذه الفئة على مدار السنوات اللي فاتت. بس خلونا سريعا نروح برضو لأن معانا دلوقتي البطل أحمد طارق بطل السباحة من ذوي الهمم على التليفون. يا أحمد صباح الفل عليك في البداية. صباح الفل على حضرتك. أنا مبسوطة جدا جدا بيك، ومبسوطة جدا جدا إن أنت معانا، ومبسوطة جدا جدا ومبسوطة جدا إن يعني كمان أنت هتقابل كابتن الخطيب كمان شوية. بس أنا عايزة أبدأ معاك كده من امبارح يا أحمد، وتقول لي إحساسك كان إيه وأنت قاعد قدام يعني سيادة الرئيس وبتتكلم معاه وفي حديث ودي وبتقول له نفسي أنضم للنادي الأهلي. اتفضل يا أحمد. بصراحة يعني أنا كان إحساس كبير يعني إن أنا قاعد قدام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان يعني كان بصراحة كان نفسي بالطلب ده من زمان ومن زمان قوي يعني حضرتك. أحمد معلش يا جماعة ممكن تعلوا الصوت، أنا مش سامعة أحمد كويس. معلش أنا قاعد بس يعني في دوشة. أعلي صوتي كويس؟ أنا يعني أنا مش سامعة عندي يا جماعة كويس، لو سمحت تحلوا لنا المشكلة دي سريعا، عايزة أسمع أحمد كويس. حاضر. الصوت مظبوط عندك؟ طب هاتولي الصوت في السماعة بتاعتي يا جماعة لو سمحتوا. أحمد أنت سامعني كويس؟ أيوة سامع. طيب على كل حال خليني أروح معاك بقى، ودلوقتي تقول لي يعني أنت رايح تقابل كابتن الخطيب وحلمك خلاص اتحقق في دقايق، ودي حاجة طبعا جميلة جدا. فخليني أعرف إحساسك واستعداداتك وناوي إيه مع النادي الأهلي الفترة اللي جاية. الاحساس كبير قوي اللي اتحقق امنيتي برضه كمان حضرتك. بس انا استعدادي بقى ان شاء الله في النادي الاهلي ان انا اكمل مشوار البطولات. يعني انا كان بدايتي بطوله جمهوريه، بعدها كاس مصر، يعني ناوي كمان ادخل كده بطوله عربيه، بطوله افريقيا، بطوله عالم، اوصل اولمبياد، يعني اوصل يعني كل يعني البطولات يعني والانجازات يعني حضرتك. حلو جدا يا احمد، احنا بجد مبسوطين بيك قوي قوي. وانا مش عايز اختم معاك غير لما تكلمني معلش بشكل كده مفصل اكتر عن امبارح، احساسك وانت قاعد ومصر كلها بتتفرج والعالم كله بيتابع وسياده الرئيس بيسمعكوا، يعني عايزه تنقلي الحاله دي، انت كنت حاسس بايه امبارح فعلا؟ كان احساس كبير ان مصر كلها شافتني كده يعني قدام العالم كله. كان احساس كبير ان انا قاعد قدام سياده الرئيس الاب الحنون على شوف قدرات الخاصه. حلو جدا يا احمد، والله احنا مبسوطين بيك قوي قوي، وربنا يوفقك في الفتره اللي جايه. وعايز تقول حاجه للاهلاويه قبل ما اختم معاك؟ بصراحه انا بقول حاجه للاهلاويه، كفايه الاهلاويه يعني ليهم ابطال كبير برضه على النادي الاهلي. كده انا واحد برضه من المشجعين الاهلاويه قبل بقى ما اكون لعيب بقى حضرتك. حلو جدا. يعني انا واحد برضه من محبين النادي الاهلي، محبينه قوي يعني. كفايه انا بتفرج على ماتشات النادي الاهلي خلال مشوار. حلو جدا. معلش انا مره تانية بقول لحضراتكم انا بعتذر لان الصوت بالنسبه لي معرفش ليه مش سامعه كويس. طيب احمد معلش ممكن اروح لو والدتك جنبك مدام اميره تديها لي على التليفون، انا عايزه برضه ابارك لها. يا ريت، انا ما عنديش اي مانع. يا ماما حاولوا تعلوا لي يا جماعه الصوت في الاستوديو او سمعوني من السماعه بعد اذنكم. الو
ايوه مدام اميره حضرتك سامعاني؟ صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي والف مبروك لاحمد، وحاجه مشرفه جدا واحنا كلنا حقيقي سعداء بيه. انا عايزه اعرف شعور حضرتك امبارح وانت شايفاه بيتكلم مع سياده الرئيس والناس كلها متابعه وبيتكلم عن رغبته في انضمام للسباحه في النادي الاهلي وكمان تلبيه ده على طول، يعني احساسك ايه برضو؟ عايزه اعرف من حضرتك. لا والله كنت فرحانه جدا، وكان كمان على فكره كانت مش متوقعه، يعني هو كانت امنيه عنده من زمان جدا ان هو ينتمي للنادي الاهلي لان هو بيحب النادي الاهلي جدا واهلاوي، يعني دايما يقول انا اهلاوي ابا عن جد. بس الحمد لله الرئيس حقق مطلبه يعني وكده، فهو في منتهى السعاده. يعني انا مش قادره اقول لك ان امبارح ما نمش طول الليل من كتر ما هو احنا فخورين بيه جدا. وعايزه اقول لك انت ليكي دور كبير، الاهالي والام بالذات بيبقى ليها دور كبير جدا، فربنا يكرمه علشانك كمان وعلى المجهود اللي انت بتعمليه، وان شاء الله يبقى لينا مداخله تانية بعد بقى ما تقابلوا كابتن محمود الخطيب في النادي. انا عارفه خلاص انتوا شويه وهيبقى في هذا اللقاء، فهنتابع معاكي برده ونشوف ايه اللي حصل. ماشي، ربنا يخليكم، شكرا لحضرتك. ميرسي جدا جدا والف مبروك مره تانية. حاجة جميلة والله جدا، وربنا يزود من خلينا نقول الناس الملهمة دي، يعني فعلا دي ناس ملهمة واحنا محتاجينهم فعلا في مجتمعاتنا. طيب انا هروح برضو لان معانا حد تاني من ابطالنا، نورهان عثمان بطلة التزحلق على الجليد من ذوي الهمم، وهي كانت معانا قبل كده برضو في 10 الصبح. يا نورهان صباح الخير عليكي. صباح الفل على حضراتكم. صباح الجمال، واحنا صباح الجمال وصباح الهنا عليكم. حبيبتي يا نورهان بجد مبسوطين بيكي و ألف مبروك. الله يبارك. وامبارح مشهد جميل أكثر وأكثر. احكي لنا بقى كده إحساسك، وكمان الفترة اللي جاية أنت ناوية تعملي إيه؟ نورهان عايزة تحقق إيه على الأرض؟ خلينا نعرف منك. أولاً أنا بحب أشكر حضرتك، أنت حضرتك أستاذ كريم بجد على الضيافة الجميلة دي، ومبسوطة جداً جداً. أنا سعيدة جداً جداً، أنا كنت في الحفلة امبارح وكنت مبسوطة والحمد لله، وكنت في منتهى السعاده بجد، مش قادره اقول لك انا كنت عامله ازاي وفرحانه، والناس كلها الجمهور كان بيسقف وكنت فرحانه جدا جدا. وكمان عايزه اشكر المهندسه امل مبدر رئيسه الاتحاد المصري للاعاقات الذهنيه والمخرج هشام جمال اللي تعبوا معانا الفتره اللي فاتت في البروفات. وعايزه اشكر انعام اختي بجد لان هي اللي كانت فرحانه بيا جدا جدا، وكل اهلي ومامتي وبابايا كانوا فرحانين بيا جدا وانا كنت مبسوطه جدا جدا. بصي هو مش أهلك بس بجد يا نورهان، أنا عايز أقولك والله من غير مبالغة معظم المصريين ده إن ما كانش كلنا إحنا فرحانين بيكو وإحنا فخورين بيكو وإنتوا بتشرفونا. صدقيني إنتوا قصص ملهمة جدا، ولما نيجي يبقى عند الواحد مثلا إحساس إن هو مش قادر أعمل، مش قادر أوصل لهدفي كذا كذا، بنبص عليكو ونتعلم، لأن إنتوا ما شاء الله مثال للإرادة، والإرادة دي خلي بالك مش عند أي حد. وإنت لما كنت معانا كمان في البرنامج أنا فاكرة إحنا كنا مستمتعين وإن إحنا بنسمعك وقصة نجاحك، فلا ربنا يوفقك دايما وتشرفونا دايما كده، وباذن الله تيجي تنورينا مره تانية بقى هنا في 10 الصبح. انا بحب اشكركم جدا جدا، وبحب اشكر اختي انعام لان هي كانت في منتهى السعاده بجد، كانت فرحانه بيا جدا، وكنت صورنا مع شركه الرايس، خدنا الصوره معاه جماعيه وكنت مبسوطه جدا جدا بجد، يعني عايزه اشكرهم كلهم. انا عايزه اسالك بمناسبه يعني لقائكم مع سياده الرئيس، في بقى حديث دار ما بينكم؟ يعني خليني اعرف برضو الرئيس كان بيتكلم معاكم وانتم بتتصوروا كده، احكي لنا بالظبط ايه اللي حصل. هو كان طيب جدا جدا وانسان اب جميل جدا جدا، وعمل حاجات معانا كتير جدا، كان بيهزر معانا ويضحك معانا، ولما سالناه سؤال كان مبسوط جدا. وقلت له ايه اكتر امنيه شخصيه حضرتك بتتمناها، وايه اكتر امنيه لمصر حضرتك نفسك تحققها؟ كان قال انا قال كلمه يعني فرحت قوي، فقلت له هو قال لي ربنا يعين، انا عايزه ان ربنا يعين. صحيح بجد والله. انا والله العظيم لما قال كده قلت له ربنا يعينك يا فندم وربنا يديك الصحه، كان فرحان جدا في منتهى السعاده. دي اكتر امنيه شخصيه كان قال، هو كان عمل ايه؟ عمل كده قال دي اكتر امنيه شخصيه. فانا بصراحه كنت سعيده جدا جدا. وفي جمله كمان انا قلتها اللي هي امنيه العامه، ان نفسي ان ما حدش يقول علينا ذوي احتياجات خاصه، ذوي قدرات خاصه، ذوي الهمم، احنا القادرون باختلاف. والله العظيم معاكي حق، تصدقي فعلا ان احنا هنقول قادرون باختلاف، هو ده اللي لازم يتقال. معاكي حق، لان احنا فعلا قادرون باختلاف واحنا مختلفين جدا بجد.
يعني احنا يعني احنا لينا يعني حاجات جميله جدا وسعداء جدا. كلنا كنا فرحانين، مش انا بس، كل زمايلي اخواتي اللي كانوا فرحانين معايا واللي كانوا قاعدين معايا في اسال الرايس كلنا كنا فرحانين جدا بصراحه. يعني دول انا عايز اشكرهم بجد، اشكر زمايلي بجد واشكر المهندسه امل مبدا بجد، انا عايز اشكرها جدا جدا لان احنا تعبنا كتير جدا في البروفات، وطبعا الحمد لله ربنا وفقنا على طول الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، وانا بشكرك جدا ومزيد يا رب من التالق باذن الله. ربنا يوفقك يا نور. ان شاء الله يا رب. شكرا لك يا حبيبتي، شكرا جدا. يعني المهندسه امل مبدا طبعا شخصيه ليها دور كبير جدا، ويمكن هي كمان اللي ساعدت في النسخه الثالثه. دلوقتي احنا بنتكلم على دي النسخه الثالثه، طبعا احنا كنا بنشهدها بالامس، في نسختين تموا قبل كده، وهي يعني من الناس المنظمين ليها هذه الاحتفالية اللي بتطلع بشكل محترم جدا فعلا يليق بمصر. إن شاء الله نحاول تكون معنا على التليفون دلوقتي عشان نتكلم عن تفاصيل بقى كتيرة عن الاحتفالية بالأمس. لكن خليني كده أروح أدردش شوية، معلش الملف ده في غاية الأهمية، وأنا حابة أن أنا نزلنا أنا وفريق الإعداد بعض أو خلينا نقول أبرز الرسائل كانت لسيادة الرئيس، يعني بالإضافة طبعا للي ذكرته نورهان اللي هو ربنا يعينه لما كان بيتكلم، حقيقة والله دي حاجة حقيقية. لا الحاجات برضو اللي قالها سيادة الرئيس، قال اقبلوا اعتذاري أنا السيسي، هنا بيرد على التنمر طبعا اللي كان ضد الفتاة من ذوي الهمم، يعني هو كان بيعتذر بالنيابة عن الناس اللي أساءوا ليها، حاجة محترمة بصراحة. قال برضو من الحاجات المهمة، قال الرياضة كانت جزء أساسي في حياتي ولعبتي المفضلة منذ الصغر هي الكاراتيه. كمان اتكلم وقال أنا معرفش أقعد من غير شغل لأني بحلم وعايز كل الناس تحلم، ولما تحلم تجري على حلمها ولازم ربنا هيساعدها. وقال كمان عن والدته، قال والدتي كانت سيدة شديدة الحكمة والصبر، ووالدي كان شديد الهمة. برضو من الحاجات الحلوة قوي امبارح لما الرئيس برضو قال احنا بنستمد من ذوي الهمم القدرة على العطاء لرفع شأن مصر. فرسائل كلها في غاية الاحترام لما تلاقي رئيس دولة بيتكلم بهذا الشكل عن فئة موجودة في مجتمع، اعتقد دي يعني ليها رسائل عظيمة وليها مسج كده، زي ما بيتقال ان لازم المجتمع يحصل عنده توعية بشكل حقيقي. خلاص الموضوع ما بقاش رفاهية، انا شخص مثلا بهتم بالإنسانية او انا شخص متربي كويس فانا بتعامل مع الناس دي كويس، لا الموضوع ما فيهوش القصة دي، الموضوع دلوقتي بقى امر واقع، انت لازم تكون ايجابي تجاه هذه الفئة الموجودة. يعني الموضوع ما بقاش فيه جماعة اصل ومش اصل، خلاص امر واقع موجود دلوقتي لازم ان احنا نتعامل عليه، فشيء محترم جدا. وكمان لما قلنا قبل كده عام 2018 عام يعني ذوي الهمم، ده ما كانش من فراغ وكان ليها مدلول كبير جدا. انا على كل حال هحاول ان احنا برضو نوصل للبشمهندسه امل على التليفون علشان محتاجين نفهم منها تفاصيل كتيره، لكن خلينا نكمل لغايه لما نحاول نجيبها على التليفون. نرجع بقى لان عندنا كلام كتير خاص بالنادي الاهلي، وبكره كابتن محمود الخطيب والسيد ياسين منصور رئيس شركه الاهلي لكره القدم هيعملوا اجتماع مهم جدا مع باتسو موسيماني اللي بدا هنا بنتكلم مرحله التعارف والتعاون مع الجهاز الفني للفريق الاول، وبحث كمان الترتيبات الخاصه بالمرحله القادمه واحتياجات الفريق اللي هتساعده على خوض التحديات المنتظره، سواء بنتكلم هنا على المستويين المحلي او القاري. هيحضر الاجتماع ده حسام غالي وكابتن سيد عبد الحفيظ للمشاركه في مناقشه اليه العمل وكيفيه التواصل، خاصه احنا بنتكلم ان دي المره الاولى اللي هيجتمع فيها ياسين منصور مع مسؤولي الفريق الاول، وطبعا قبل كده كمان كان في لقاءات سابقه مع ممثلي شركه كره القدم مع جميع قطاعات كره القدم في اطار التعرف على اسلوب العمل والياته، تمهيدا برضو لاستلام القائمين على الشركه مسؤوليه القطاع باكمله. بالمناسبه كمان خليني اقول لحضراتكم كابتن الخطيب كان حريص طول الفتره الماضيه على اطلاع المهندس ياسين منصور ومسؤولي شركه الاهلي لكره القدم على كافه الامور الخاصه بقطاع الكره، وتم الاتفاق على عقد عده جلسات تحضيريه وتنسيقيه بيتبعها استلام المهمه، والتواصل كمان المباشر مع مديري الاجهزه سواء بنتكلم في الفريق الاول او حتى في قطاع الناشئين والاكاديميه.
نروح بقى لبطولة العالم للمدارس. منتخب مصر للشابات لكرة اليد حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في البطولة اللي أقيمت في صربيا، كمان حقق منتخب الشباب المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية. يعني خلينا نقول بجد أولادنا بمنتخب الشباب والشابات قدموا أداء أكثر من رائع في أول مشاركة، دي أول مشاركة مصرية في هذه البطولة اللي وصل المنتخبين فيها للمربع الذهبي. وطبعا ده لو هنتكلم، لا طبعا ده إنجاز كبير جدا وإنجاز كبير بكل كمان المقاييس، وجهد محترم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاتحاد المصري للرياضة المدرسية. حضراتكم عارفين الشغل بيتم بالتنسيق بين كذا جهة، ما بتبقاش جهة واحدة هي اللي مسؤولة. ومصر كمان شاركت في المونديال بطاقم تحكيم، نتكلم شاب أدار عدد كبير من المباريات، هم الثنائي الشاب أحمد مصطفى شوقي ومحمد محمود عادل. طيب لسه أكيد أخبارنا ما خلصتش، فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل. مرحبا بكم مرة تانية، ودلوقتي بقى خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي، فرقه المختلفة والأنشطة. مرستنا العزيزة منا إبراهيم موجودة فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. منا صباح الخير عليكي وصباح الفل كده، وعايزينك قبل ما تقول لنا أخبار النادي الأهلي يعني قول لنا الأجواء عندك إزاي، هل دلوقتي ابتدوا الأعضاء في التوافد على الفرع بالشيخ زايد، وأنت رايحة ليه النادي أصلا، الحالة المرورية كان أخبارها إيه كمان؟ اتفضلي يا منا. صباح عليكي طبعا يا لهوندا، وبرحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني احنا تحديدا النهارده في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، تحديدا من اخر صالات للكاراتيه والجمباز اللي تم انشائها في النادي الاهلي هنا فرع الشيخ زايد. يعني عايزه اقول لك في البدايه الاحوال المروريه كانت في سيوله مروريه كبيره جدا، يعني وانا جايه يمكن محور 26 يوليو حتى مدخل الشيخ زايد وحتى وصولي هنا لفرع النادي في الشيخ زايد كان في سيوله مروريه كبيره، ما حسيتش ان في اي مشكله في الطريق وانا جايه. يعني يمكن في الساعات الاولى من اليوم كان في برد شويه، في رياح كانت شديده شويه، لكن بعد كده الشمس لما بدات تطلع الجو بقى دافي جدا، وده يمكن اللي ساعد او شجع اعضاء النادي الاهلي هنا فرع الشيخ زايد على التواجد بشكل كبير جدا، خاصه في تراك النادي الاهلي. اكبر عدد شفته هنا داخل المقر كان جوه تراك النادي، يعني الاعضاء طبعا حريصين ان هم يبقوا موجودين خصوصا لو الجو لطيف وكويس جدا زي النهارده كده. يعني خلونا بقى ده كان الاجواء عامه زي او اجابه لسؤالك، لكن انتقالا بقى لاخبار النادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه، واولا فريق كره القدم بقياده طبعا مستر موسيماني اللي بيستأنف تدريباته النهارده طبعا في ظل التوقف اللي موجود، لكن الفريق مستمر في تدريباته النهارده، تدريبه الساعه 4 العصر ان شاء الله على ملعب مختار التتش. اما بقى الفرق الطايره اللي النهارده عندها او بتشهد بدايه مشوار الدوري بالنسبه للماسترز او لفتيات الذهب، بالنسبه للماسترز او رجال الكره الطائره بقياده طبعا كابتن محمد مصالحي، هيبداوا النهارده اول مشوارهم في الدوري. ماتشهم النهارده على صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 6 مساء مع فريق الاعلاميين، وده طبعا ماتش مهم علشان تبقى بدايه ان شاء الله قويه للفريق. كمان عايزه اقول لك انه الفرقه استعدت او كابتن محمد مصالحي استعد بشكل كبير جدا من خلال وديات لعبها الفتره الماضيه، لعب وديات كتيره جدا واستعد بشكل كبير كمان بعد تدعيم الصفوف بالمحترف لهذا الموسم المحترف جارات مواجهه توتيا، كمان اكيد ان شاء الله هيكون لي نصيب كبير او تالق كبير هنشوفه مع الفريق. عايزه كمان اطمنك واطمن كل جمهور النادي الاهلي على لاعبنا احمد قطب، او ده احد يعني احد ابرز اللاعبين بالفريق اللي كان طبعا غاب عن الملاعب وعن صفوف الفريق لمده كبيره جدا بسبب اصابه منعته عن التواجد، لكنه عاد الى المشاركه بشكل كبير ان شاء الله يكون يرجع لمستواه اللي احنا طبعا متعودين عليه منه. والى بقى فتيات الذهب، فتيات كره الطايره او سيدات الطايره النهارده كمان هيبداوا بطولتهم في الدوري، عندهم ماتش الساعه 4 امام الزهور على صاله الشهداء. طبعا كابتن حمدي صافي كمان الفتره الاخيره لعب وديات كتير جدا عشان كان تاخر بدايه الموسم، استعد بشكل كبير جدا ان شاء الله يبقى زي ما عودونا دايما يفضلوا فتيات الذهب. اما فريق كره السله سيدات النهارده بيستعدوا تدريبهم طبعا الساعه 7 على صاله الشهداء استعدادا لمباراه 6 اكتوبر في الجوله القادمه من السوبر. عايز اقول لك كمان ان كابتن علي هاشم والفريق كله معنوياته عاليه جدا بعد طبعا فوزهم بدوري مرتبط المحترفات مؤخرا، الفريق معنوياته كبيره جدا وقادر ان هو ان شاء الله يكسب كل المباريات القادمه.
يعني. واخيرا بقى معانا قطاع كره اليد، سيدات اليد النهارده تحت قياده كابتن يحيى يوسف تدريبهم الساعه 8 مساء استعدادا لمواجهه نادي الترسانه غدا ضمن منافسات بطوله الدوري ان شاء الله. عايزه اقول كمان انه النهارده دي هتبقى اخر بروفا او اخر تجهيز من كابتن يحيى يوسف استعدادات يعني استعدادا بكره للمنافسات ان شاء الله في بطوله الدوري. فريق بقى الناشئات اليد النهارده مواليد 2004 هيلعبوا مع فريق النصر الساعه 6 بفرع الاهلي بمدينه نصر، وكمان فريق الشباب والمرتبط 2002 و2004 هيتمرنوا النهارده. طبعا تدريبهم هيبقى خاص اكتر بالجوانب الفرديه، خصوصا ان الفريق راح الفريق الاول راح حتى يوم 14 ديسمبر بسبب معسكر المنتخب الوطني. طبعا دي انا هوند كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. أعود إليك مرة تانية في الاستوديو، تفضل. شكرا جدا جدا يا منى على هذه التغطية، وكمان كويس أن أنت أطلعتينا على حالة الطقس والحالة المرورية، عشان لو أي حد طبعا من حضراتكم حابب أن هو يعني ينزل دلوقتي يقضي أي مصلحة، فإحنا بنقول لحضراتكم برضو عن الأجواء إزاي عاملة في الخارج. شكرا لك يا منى. خلينا دلوقتي نروح لمقر جريدة الوطن ومراسلتنا هنا أبو القاسم موجودة هناك عشان تطلعنا على أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع، ولها لقاء مع الأستاذ محمد يحيى رئيس القسم الرياضي في جريدة الجمهورية. يا هنا صباح الخير عليكي، وخلينا نعرف منك آخر الأخبار، وبرضو كده أطلعينا لأن في منشطات كتيرة جدا مهمة معاكي، ويمكن كمان أنت مش بس رايحة للصحافة طبعا المحلية، أنت بتتكلمي في الصحافة العالمية كمان، فأطلعينا عن المكتوب تحديدا فيما يختص كمان بالمنتخب، لأن احنا عايزين نطمن طبعا وإيه اللي بيتكتب وإزاي حتى العالم بيشوف منتخب مصر حتى هذه اللحظة. تفضلي. صباح الخير عليك يا نهاندو وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، ومن داخل مقر جريدة الوطن هاخدكم في جولة بار زي ما قلت يا نهاندو المحلية والعالمية الصادرة اليوم. طبعا هيكون معايا ضيفي العزيز أستاذ محمد يحيى الكاتب الصحفي ورئيس القسم الرياضي بجريدة الوطن عشان بقى يناقشنا في هذه الأخبار. خلوني قبل ما أبدأ لقائي أبدأ بعناوين أخبارنا اليوم، والبداية من جريدة الوطن. المنتخب يستعد لمواجهة الجزائر وكيروش يجهز القوة الضاربة، ومن جريدة الشروق صلاح أريد البقاء في ليفربول، ومن العربية وقع صادمة في مصر احتسب ضربة جزاء فتعرض للضرب، وأخيرا من الشرق الأوسط يونايتد يستهل مسيرته مع مدرب رانجنيك بالفوز على فالس، وتوتنهام يعمق جراح نوريتش. وخلونا بقى دلوقتي نبدأ لقائنا، وهنبدأ بالخبر المتعلق بمنتخب مصر زي ما قلت أنا هواند. يعني طبعا هو حديث الساعة الآن، كل منتظر مباراة مصر والجزائر غدا في منافسات كأس العرب. طبعا منتخبنا قوي، منتخب الجزائر قوي، حضرتك شايف المباراة هتكون إزاي؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد مباراة قوية ومباراة كبيرة. منتخب مصر قدم مباراة كبيرة قدام السودان وقدر يفوز بخمس أهداف، ونفس الموضوع منتخب الجزائر بيقدم مباراة كبيرة قدام لبنان وتأهل، والاثنين ضمنوا التأهل، ولكن فكرة حسم الصدارة مين هيتأهل للأول ومين هيتأهل تاني في المجموعة، ودي هتحدد كمان المنافس، سواء كنت هتطلع تاني فممكن تواجه منتخب المغرب، او ان انت هتطلع في مركز اول فتواجه منتخب اقل شويه في القوه، سواء منتخب السعوديه اللي بيلعب بفريق الشباب او منتخب الاردن، يعني هيبقى منتخب اقل في القوه من منتخب المغرب. طبعا اللي رايح ينافس على البطوله ما بيهتمش بفكره الاسم اللي هيلعبه مين، ولكن في النهايه التدرج في المستوى اللي انت بتلعبه بيفرق كتير، ان انت دلوقتي تواجه المغرب في المرحله دي ولا تواجهها في المرحله النهائيه، خصوصا ان من خلال البطوله اقوى ثلاث منتخبات في البطوله العربيه لحد دلوقتي حتى الان، يعني منتخب الجزائر ومنتخب المغرب ومنتخب مصر، هم دول اقوى ثلاث منتخبات يعني متنافسين او ظهروا بمستوى كويس جدا خلال الفتره اللي فاتت. يمكن المنتخبات الثانيه عشان معظم المنتخبات رايحه بالصف الثاني فيمكن المستوى اقل بشكل كبير، ولكن المنتخبات دي الصف الثاني عندها قوي. منتخب مصر رايح بحوالي 70% من القوام الأساسي لمنتخب مصر موجود في البطولة العربية، فبالتالي في منافسة كبيرة، في لعيبة عايزة تثبت نفسها. شفنا المباراة اللي فاتت مع منتخب مصر لعيبة جديدة بتلعب لأول مرة زي حسين فيصل، شايفينه مثلا بيقدم مستوى مميز جدا، لاعب نادي سموحة، شايفين أكتر من لاعب زيزو كان بيقدم مستوى كويس رغم أنه مش بيشارك مع المنتخب بشكل أساسي، فشايفين أكتر من لاعب قدم مستوى كويس جدا مع منتخب مصر في المباراة اللي فاتت. شفنا طبعا أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر قدم مباراة كويسة جدا،
فاللعيبه اللي عندها دافع وحافز ان هي تلعب بشكل كويس هي كلمه السر في مباراه بكره ان شاء الله قدام منتخب الجزائر، لان اللعيبه دي عايزه تثبت نفسها قدام كيروش عشان احنا رايحين كاس الامم الافريقيه. فكاس الامم الافريقيه اللعيبه عندها احساس من جواها ان انا ممكن يبقى ليا فرصه ان انا اكون موجود، ممكن يبقى ليا هدف او ان انا اروح كاس الامم الافريقيه، وان مش شرط ان انا عشان مش محترف او ان انا مش بلعب في الاهلي او الزمالك ان انا ما يكونش ليا فرصه. لا، شايفين حسين فيصل لاعب سموحه بيتالق، احمد رفعت لاعب فيوتشر بيتالق، لعيبه كلها بره الاهلي والزمالك وبيتالقوا، فبالتالي كيروش فاتح الباب قدام كل الناس، وده بيدي حافز لكل اللعيبه قبل مباراه الجزائر ان احنا ان شاء الله عندنا فرصه كبيره ان احنا نكسب وان احنا نتاهل كاول المجموعه، وكمان عندنا فرصه ان احنا ننافس على لقب البطوله عشان هم يوجهوا نفسهم اللعيبه رساله لكارلوس كيروش ان احنا جاهزين وقادرين ان احنا نشيل اسم منتخب مصر ونلبس تيشيرت منتخب مصر. ودي حاجه مش سهله، لان يعني فكره ارتداء تيشيرت منتخب مصر في لعيبه بتخاف من مجرد الفكره نفسها، فبالتالي ده بتاثر مستواهم في الملعب، ما بيبقاش بنفس الكفاءه اللي هو بيها في الوضع الطبيعي. فبالتالي مباراه الجزائر مهمه، لعيبه منتخب مصر عليهم ده تحدي كبير جدا ان هم يقدروا يثبتوا للجميع ان منتخب مصر الصف الاول زي الصف الثاني، واللعيبه كلها بشكل كويس، واللعيبه كلها تقدر تادي بشكل مميز، وتقدر توصل بمنتخب مصر للمرحله النهائيه ان شاء الله في بطوله العرب. يعني طبعا بنتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق في مباراه غدا. خلونا بقى دلوقتي نروح لنجمنا محمد صلاح. يعني كانت تضاربت الاقاويل في الفتره الاخيره، هل هيغادر ليفربول في نهايه الموسم المقبل ولا هيستمر معاهم؟ لكن طبعا محمد صلاح كان صرح انه يريد البقاء لليفربول، لكن هو بيترك الامور للاداره. يعني هو التصريح مش واضح قوي، هو التصريح انا شايفه ان هو بيوجه رساله للاداره او لاداره نادي ليفربول بشكل غير مباشر، ان انا جاهز ومستعد ان انا استمر في ليفربول، ولكن قدموا العرض المادي المناسب ليا، لان محمد صلاح واحد من النجوم المهمه جدا دلوقتي في الكره العالميه، فبالتالي لازم يتقدم عرض مناسب لمحمد صلاح. محمد صلاح طالب اخر عرض كان 400 الف استرليني في الاسبوع، فبالتالي العرض ده مش موافق عليه اداره ليفربول، لان هو هيعمل مشكله في اوضه اللبس، لان اللعيبه الثانيه ممكن يبقى برضو شايفين ان المبلغ كبير قوي. صلاح لسه في عقده في سنه كمان مع ليفربول، مش السنه دي بس، السنه دي والسنه الجايه كمان لسه مع ليفربول العقد القديم، فبالتالي فكره تمديد العقد او تجديده هي مساله وقت، لان صلاح عنده عروض تانية كتير، عنده في كلام كتير على برشلونة ان تشافي هرنانديز عايز يجيب محمد صلاح عشان يكون هو النواة اللي بيبني عليها فريق برشلونة حتى مش السنة الجاية، هو مش عايز يستنى للسنة الجاية، وان كان صعب جدا ان هو ياخده من ليفربول في انتقالات يناير، ولكن هو اهم العناصر اللي اتكلمت عنها الصحافة الاسبانية ان تشافي هرنانديز بني خطته عليها هو محمد صلاح، واحد من اللعيبة المميزة اللي تقدر تفيد فريق ليفربول وفقا لوجهة نظر تشافي. ولكن كلام صلاح بيقول انا عايز استمر في ليفربول ولكن منتظر التقدير المادي الكويس، لو التقدير المادي ده لم يتوفر اعتقد هيكون صعب ان صلاح يكون موجود في ليفربول السنه اللي جايه، وهيكون مصيره الانتقال سواء بقى لبرشلونه او لفريق تاني. في اكتر من فريق، تشيلسي كان عارض ان هو عايز محمد صلاح، بايرن ميونخ كان عارض ان هو عايز محمد صلاح، فبالتالي عنده اكتر من عرض، والباب هنا او هو صلاح سايب الكلمه النهائيه عند اداره ليفربول. نروح بقى لدوري الدرجة الثالثة، ويمكن شهدنا امبارح واقعة غريبة جدا في مباراة لافيانا والواسطة، وهي ضرب الحكم بعد احتسابه لضربة جزاء. ايه تعليق حضرتك على هذه الواقعة؟ يعني الواقعة غريبة جدا، وشايف ان هي بتفتقد للأخلاقيات أو لأي روح رياضية، وكمان معلش أنا مش شايف ان هي من الرجولة ان ينزل مدرب من الملعب يضرب حكم من ظهره، مش رجوله ان انا اضرب واحد من ظهره ابدا او ان انا اوقعه على الارض وهو من ظهره، بعيدا بقى عن العقوبات اللي هتوقع عليه كتجاوز في حق الحكم او تجاوز قانون اللعبه او نزول الملعب بشكل عام، ولكن انا بتكلم على حاجات تانية متعلقه بالاخلاقيات الشخصيه كمان. انا ما ينفعش اضرب واحد من ظهره، انا ما ينفعش اعتدي على واحد من ظهره، دي انا شايف ان هي اكبر حاجه سبه في الموضوع. يمكن ان يكون حد عضو في الجهاز الفني، انت نفسك مش هتقبل دوت على نفسك او على المدير الفني بتاع فرقتك او على حتى لعيب من فرقتك ان هو يحصل فيه كده، او هتعترض لو لعيب من فرقتك اتعرض للضرب
بشكل مباشر حتى في الملعب، مش انت تنزل تعتدي على الحكم وهو مش واخد باله. فده دي واقعة مؤسفة جدا، لازم يكون في عقوبات لا تقل عن الشطب بشكل نهائي من قاموس كرة القدم، عشان الناس دي او اللي بيعمل فعل دوت لازم ياخد جزائه وياخد عقابه مهما كان الفعل. حتى لو الحكم اخطأ في المباراة 100 خطأ لازم يكون في عقاب وردع بشكل كبير، عشان الحاجات دي لما بتتساب بتزيد وبيحصل اكتر من كده. صحيح. خلونا بقى اخيرا نروح للدوري الانجليزي، يعني مانشستر يونايتد قدر يفوز في بدايه مشواره مع مدربه الالماني الجديد رالف رانجنيك بنتيجه طبعا 1-0 على كريستال بالاس. عايزين كمان من جانب اخر نتكلم عن مباراه توتنهام اللي قدر ايضا يفوز على نورتش بنتيجه 3-0. يمكن مانشستر يونايتد مع رانجنيك بداوا يرجعوا نفسيا شويه، اللعيبه بدات مرتاحه، واضح ان اللعيبه كان عندها مشكله نفسيه مع سولشاير، شفناهم في المباراتين مع مايكل كاريك ادار الفريق بشكل مؤقت كانوا بيادوا بمستوى كويس. اول مباراه امبارح لرانجنيك طبعا ما اقدرش اقيمه بشكل كبير، ولكن هو بيلعب قدام فريق قوي كريستال بالاس، واحد من الفرق المميزه جدا في الدوري الانجليزي اللي بتقدر تعطل الكبار فعلا، ولكن هو قدر ان هو يحقق الفوز بهدف فريد. شفنا مستوى مميز من كريستيانو رونالدو في المباراة. العلاقة ما بين كريستيانو رونالدو ورانجنيك هتفرق كتير في فريق مانشستر يونايتد السنة دي. أنا شايف إن رانجنيك محتاج ياخد بعض القرارات، محتاج يدي دور أكبر لكريستيانو رونالدو، يعني شرط الكابتن أنا شايف إن هي ما تكونش مع ماجواير، أعتقد لازم تروح لكريستيانو رونالدو عشان هو اللي بيقدر يشد الفريق أكتر، هو اللعيبة كلها السبوت عليه، هو اللي شايل الفريق بمعنى أصح يعني. فأعتقد إن في بعض القرارات ممكن نشوفها تتغير الفترة اللي جاية، ولكن مستوى مانشستر يونايتد مع رانجنيك مبشر، أول مباراة بيحقق الفوز، فده بيدي بادرة التفاؤل لجماهير مانشستر يونايتد إن الراجل جاي وعنده هدف وعنده رغبة في تحقيق الفوز مع الفريق، رغم إن مهمته مؤقتة مش بشكل دائم، هو لحد نهاية الموسم، وبعد كده هينتقل من منصب المدير الفني لمنصب مستشار فني للنادي. ولكن في النهاية خلينا نقول إن مانشستر يونايتد بدأ يخش على الطريق الصحيح. توتنهام برضو عنده نفس المشكلة، اهتزاز نتائج كان في الأول كان كبير جدا، ولكن تحقيق الفوز امبارح خطوة في طريق تصحيح الوضع بالنسبة لتوتنهام. أعتقد أن توتنهام مش هينافس كتير السنة دي، لأن المنافسة فوق أصبحت محسومة بشكل كبير ما بين تشيلسي وما بين ليفربول وما بين مانشستر سيتي، الثلاثة هما اللي بيتنافسوا. بيجي وراهم مفاجأة الدوري الإنجليزي السنة دي، وستهام اللي قدر أن هو يعطل ليفربول، قدر أن هو يفوز على تشيلسي. وستهام فريق من الفرق المميزة جدا مع ديفيد مويز، فبالتالي توتنهام هيكون بره، فرصه ان هو ينافس بقى تبقى بعيدة جدا، ينافس بقى على دوري المؤتمر الأوروبي أو على اليوروبا ليج لو قدر ان هو يوصل للمراكز دي. ولكن المنافسة حاليا هتبقى كبيرة جدا في كل المناطق في الدوري الإنجليزي، سواء الثلاثة اللي فوق اللي بينافسوا على اللقب أو اللي بعد كده اللي بينافسوا على منطقة الدوري الأوروبي. هنلاقي وستهام، هنلاقي داخل معاهم مانشستر يونايتد نفسه داخل في المنطقة دي، هنلاقي بعد كده الفرق اللي أقل من كده، هتلاقي توتنهام بقى بيبدأ ينافس على دوري المؤتمر الأوروبي. أرسنال بدأ يرجع إن شاء الله اللي مع أرتيتا بشكل كويس، فطبعا المنافسة كبيرة، وإن شاء الله نشوف في النهاية. نتمنى فوز محمد صلاح للمرة الثانية بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول. بشكر حضرتك جدا استاذ محمد يحيى، طبعا الكاتب الصحفي ورئيس القسم الرياضي بجريده الوطن. يعني دي كانت جولتنا في الصحف الرياضيه اليوم، العوده ليكي مره اخرى يا نهاوند في الاستوديو. يعني قراءه رائعه من الصحف والمواقع المختلفه، شكرا ليكي جدا يا هنا، وشكرا كمان لضيفك العزيز، وهنشكر برضو منا اللي كانت متواجده معانا واخبار النادي الاهلي في فرع يعني الشيخ زايد. نروح بقى للقطات كده، من اللقطات اللي احنا بنحب نعرضها برضو لحضراتكم اللي تكون مختلفة شوية في الملاعب. المرة دي هنروح لفريق مالمو اللي كان بيحتفل بلقب بطل الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم، ده للمرة ال 22 في تاريخه. زي ما حضراتكم شايفين طبعا ده تحقيق رقم قياسي يعني، بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بعد لما اطلق الحكم صافرة النهاية زي ما حضراتكم شايفين كده، اقتحمت الجماهير العريضة اللي يعني كان عدد كبير جدا أرضية الملعب لمشاركة اللاعبين بقى فرحة التتويج باللقب. الناس ممكن تشوف ان دي لقطة جميلة، بس طبعا هي لقطة غلط جدا ان هي تبقى موجودة. ان دلت على شيء اكيد بتدل عن شغف وعشق للناس ليه يعني الفريق والكرة القدم تحديدا،
لكن طبعا ده أدى لهروب الحكم ولاعبي الفريق المنافس كمان جريوا بره الملعب خايفين طبعا من حشود الجماهير اللي نزلت يعني تحتفل. فده كان ماشي طبعا ناس كتير علقت عليه على السوشيال ميديا كنت معه ولا ضد، بس طبعا ده اكيد ضد القوانين ما ينفعش. يعني الفرحه اكيد حاجه جميله، بس لو حصل ده في كل مره فريق بيكسب دي هتبقى كارثه. يعني كده الفقره الاولى انتهت خلاص، هنروح فاصل بعد كده نرجع علشان نبدا اول فقراتنا الحواريه. وزي ما كنت بنوه في البدايه احنا هتكون فقره اولى معانا وابطال الجمهوريه في السباحه، مش هنقول برده من ذوي الاحتياجات الخاصه، هنقول من قادرون باختلاف. فاصل ونرجع نكمل. مرحبا بكم اول فقره حواريه، وزي ما كنا بنتكلم ملف مهم جدا ومحترم جدا وبيبقى سعداء واحنا بنتكلم يعني عليه، لان مليء هو زي ما بتقال كده مليء بالنماذج المحترمه فعلا. بنتكلم عن ناس رفعت شعار حياتها ان هي يبقى فيها تحدي ويبقى فيها اصرار علشان تقدر ان هي تحقق بطولات وتتفوق على ناس تانية ربما عندها يعني من السلامه البدنيه والسلامه الذهنيه وعندهم كل حاجه، لكن ما يقدروش يوصلوا في حياتهم لاي شيء لان بيفتقدوا الاصرار. القصه كلها ان احنا لازم يبقى عندنا اصرار وتحدي ونحقق. معانا ابطال الاهلي، مش هقول من ذوي الهمم، مش هقول برده من ذوي القدرات الخاصه خالص، هم ناس يمكن يكونوا طبيعيين اكتر مننا، انا هقول هم ناس او فئه يعني من قادرون برده باختلاف. خلينا نرحب بكابتن محمد عبد القادر وكابتن ايناس مصطفى ابطال الجمهوريه في السباحه، يعني منورينا بجد ومنورين نادي الاهلي، وانتوا ابطالنا في النادي الاهلي وحاجه جميله جدا يبقى عندنا نماذج زيكم. بس انا عايزه كل واحد فيكم بقى هو اللي يعرف الناس عليه. انا هبدا بيكي يا ايناس، عرفي الناس مين كابتن ايناس اصلا وابتديتي امتى؟ الناس كلها سامعينك، اتفضلي. انا كابتن ايناس مصطفى يعقوب، بطله جمهوريه في النادي الاهلي اكتر من 10 سنين، بقى لي حوالي 12 سنه بلعب سباحه. انا مبسوط جدا ان انا يعني بحضر مسجل مع حضرتك، ويعني يعني بعرف حاجات كتير قوي يعني، ودخلت الاول في الاولمبياد في المدرسه بتاعتي، يعني نزلت الاولمبياد الخاص في المدرسه بتاعتي الاول، وبعد كده جيت مع النادي الاهلي. كويس. واول ما دخلت النادي الاهلي كان عندك كام سنه تقريبا وكان شعورك ايه بقى؟ احكي لنا. لا ده حاجه من انا مش فاكره. حاجه من زمان قوي. ايوه. بس انت حبيتي انك تخشي النادي الاهلي واحساسك ايه بعد كده جوه؟ يعني انت بتحسي بايه وانت وسط الفريق وفي نادي كبير جدا من اكبر انديه مش بس مصر يعني، فاحساسك ايه فيه؟ يعني انا مبسوطه الحمد لله، والكباتن بتوعنا الاهتمام اللي بتلاقيه كمان في النادي ده اللي انا عايزه اركز عليه. يعني الكباتن بتوعنا مهتمين بينا جدا، معانا في كل خطوه في كل ثانيه، ما بيسيبوناش، لو في حاجه سؤال بيسالونا احنا بنسالهم. برافو، حلو جدا. طيب خليني اروح ليك بقى محمد، وبرده عايزه الناس هي اللي تعرفك عن طريقك، يعني اعرفهم برده بيك ابتديت امتى وليه السباحه اصلا؟ خليتها الرياضه حلوه وبتاع، و دخلتها دخلت السباحه وانا صغير، بتدربت شويه وبعدين بطلت، وبعدين رجعت تاني اتخرجت دخلت في السباحه 2018. ومن 2018 بقى لحد دلوقتي، احكي لنا التجربه ازاي، حصلت على كم ميداليه، انت لابس كمان كذا ميداليه، عرف الناس دول ايه؟ دخلت بطوله بتاعت اسكندريه، ودخلت بتاعت الكليه الحربيه، ودخلت بتاعت طلائع الجيش، و6 اكتوبر بتاعت كانت في شهر ابريل وشهر اكتوبر. وحصلت على المركز الايه؟ حصلت على المركز في البطوله بتاعت ابريل، خدت اول وثاني. برافو عليك. وبتاعت شهر اكتوبر خدت ثاني وثالث. كويس جدا. يعني انتوا مش بس يعني بتمارسوا رياضه، لا انتوا ابطال وبتحصلوا على ميداليات، صح كده؟ طب احكي لنا برضو ايه احسن بطوله حصلتي عليها او منافسه دخلتيها، وايه الميداليه اللي حاسه ايناس ان هي يعني جت بعد صعوبه مثلا؟ كانت الحمد لله كان عندي مشكله في البريست، كنت كل مره انزل اجيب ثالث. فالمره دي كانت 6 اكتوبر، بطوله 6 اكتوبر، والحمد لله جبت ثاني برونز فضه، وعندي اكتر من 20 ميداليه. قلت جايه لنا النهارده بسامبل كده حاجه بسيطه يعني. يعني اكتر من يعني عندي كميه ميداليات. انا بعرف بريست وكرول وباك ودولفين.
احنا عرضنا كده تقرير صغير في الاول عنكم طبعا، وشفنا ده بعينينا طبعا. مش كل الناس كانت بتحضر التدريبات او البطولات بتاعتكم، لكن عرضنا ده وممكن نعرضه حتى تاني. ففي احكي لنا بقى، طب قبل ما اخش على انت فين هنا؟ انتوا بتتمرنوا كام مره تقريبا؟ ثلاث يعني كم مره في الاسبوع؟ ثلاث ايام، ثلاث وحد وخميس. ثلاث وحد وخميس برضو. انت يا محمد؟ اصل احنا في نادي واحد. انا في نادي واحد، نادي الاهلي. ما احنا عارفين طبعا انتوا معانا ليه. اكيد طبعا. طيب انا عايز اسال بقى، لان كمان زي ما بنقول لكل بطل رياضي بيبقى فيه ناس في ظهره، في عيله بتسنده، وفي يعني حد كده عارف اوقات الواحد بيحس ان هو مش قادر يكمل، تلاقي حد داعم ليه سواء في النادي، في يعني فئه المدربين او زمايله حتى في الفريق او في البيت. فاحكي لنا بقى، هبدا بيك يا ايناس، مين الداعم ليكي؟ مين اللي واقف في ظهرك؟ مين دايما اللي بيشجعك؟ امي طبعا، ربنا يخليها ليا. ايوه انا عارفه هي موجوده معانا. تحيه كبيره جدا طبعا. بس احكي لنا اكتر، يعني هي اللي كانت شجعتك في البدايه ان انتوا تروحوا تتمرني سباحه تحديدا؟ لا، هي كانت اصلا بطله سباحه برضه. كمان. بس وقفت يعني. يعني هي كانت بتلعب طاوله سباحه وغوص، وهي حبت بقى انها تشوفك بطله زيها، صح كده؟ انا خدت الحكايه دي منها. وانت عايزه تحققي ده؟ طب واوقات بتروح معاكي التمرين، مين دايما بيبقى معاكي في التمرينات؟ هي بصراحه. هي اي حاجه بتبقى هي. محمد برضو عايز اعرف منك، نعم، مين بقى الداعم ليك؟ مين اللي بيشجعك دايما؟ مين بيبقى معاك؟ مامتي وبابايا بيجوا معايا. مامتك وبابايك برضو؟ بيجوا معايا. حلو جدا جدا. انا هرجع ليكم تاني عشان نتكلم في النقطه دي، لكن خلونا ناخد على التليفون معانا باشمهندسه امل مبدا، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنيه. يعني باشمهندسه امل، انا بصبح عليكي في البدايه، وفعلا صباح الامل. صباح الفل وصباح الامل وصباح المكتسبات والايجابيه وصباح كل حاجه حلوه على بلدنا يا رب. مشهد امبارح كان بجد ولا اروع حقيقي، تحيه كبيره جدا، ومشهد محترم يليق بدوله مصريه حقيقيه. عندنا رئيس جمهوريه بجد مفيش فئه، مفيش ملف ما بيشتغلش عليه. لما عمل عام يعني الاعاقه، او يعني 2018 تحديدا لتحدي الاعاقه، كانت الناس كلها ابتدت تركز على الفئه دي، ابتدى يبقى في مكتسبات حقيقيه، بنتكلم كمان في الدستور. يعني بجد نقلة حقيقية على الأرض تحديدا في مصر، وفتحت مجال أكبر كمان للعقول أنها تتقبل ده، وأن المجتمع يبقى فيه وعي أكبر. خلينا نتكلم عن احتفالية امبارح وقادرون باختلاف المشهد اللي أعتقد العالم كله كان بيتابعه، مش بس يعني داخليا، حاجة كانت مشرفة جدا بصراحة يا باشمهندسة أمل. ربنا يخليكي. زي ما حضرتك قلتي، يعني فعلا وجود فخامة الرئيس، دعمه الشديد لكل الاشخاص ذوي الاعاقه او القادرون باختلاف، هو يعني اللي عمل المشهد الحضاري الراقي اللي وصل للعالم كله امبارح. صحيح صحيح. والقعده والكلام 1-to-1 مع كل حد، وكل واحد بيقول حلمه ايه، والاحلام كمان بتبقى حقيقه يعني. لا، عايزه واحد تكلمينا، احنا في قاعده المازه، يعني استجابه ل يعني امبارح يعني طلب الرئيس على طول او اوامر الرئيس على طول بان بسمله والولاد يركبوا طياره، فاحنا اوريدي حضرتك بتكلميني واحنا هناك اهو، والولاد بيركبوا الطياره. يعني احنا ما لحقناش ننام عشان نصحى في جوله استجابه لطلب بسمله من فخامه الرئيس. هو هي حتى ما طلبتش، هي كانت بتقول ان انا عايزه اطلع طياره، فهو راح اكرمها على طول وقال لها يعني هنعمل كده. وقد كان. حابب اقول لك بكلمينا وانت سامعه صوت الطيارات. حاجة محترمة جدا. باشمهندسة أمل برضو، يعني أكيد كان في كواليس حدثت بالأمس يمكن ما شفناهاش على الشاشات، وحديث مع يعني الناس الأبطال دول فعلا. خلينا نعرف منك ما دار تحديدا عشان الناس برضو يبقى عندها صورة كاملة. بصي، الناس كلها كانت فرحانة، الأهالي فرحين، حاسين إن هم كانوا مهمشين، ويعني يعني بصي ما اقعد احكي لك، يعني كل طفل، كل ولد كبير، كل بنت، كل مذيع، هم دلوقتي ولادهم. انت بتحولي، او مش انت، البلد ورئيسها بيحول الموضوع من ناس مهمشه بيتبص لهم بازدراء وبتنمر الى نجوم، الى سند، الى انا واقف في ظهر الناس دي، انا معاهم على طول. فالموضوع بيختلف اختلاف كلي يعني. صحيح. طب انا عايزه اسالك، لان دي النسخه الثالثه
باشمهندسة أمل، ويعني نسختين كانوا برضو ناجحين جدا في السنوات الماضية، وفي متابعة، يعني قصة كلها إن مش بيتم هذا الحدث وخلاص، لا في متابعة بتتم بعد كده. فخلينا نسمع من حضرتك برضو ماذا بعد، يعني احنا احتفلنا والناس دي قالت احلامها واحلامها اصبحت حقيقه والمجتمع ابتدى يتقبلهم زي ما كنت بقول لحضرتك، والوعي اصبح افضل بكتير، ايه بقى بعد كده بيحصل للناس دي؟ يعني حضرتك تقصدي ايه بيحصل ايه؟ مش فاهمه السؤال. يعني احنا بنكمل ازاي؟ يعني مثلا ازاي بنقدر نساعدهم فيما بعد؟ ازاي بنبقى مع كل مؤسسات الدوله بتتحرك يا فندم. البنك المركزي بيعمل حاجته في البنوك، كل التسهيلات كويس، التوصيات بيؤخذ بيها كويس، الرياضيين بيكملوا، يعني كل حاجه بتطلع خطوه لقدام بعد الاحتفاليه دي، ويمكن خطوات لقدام ما بنرجعش لورا. ايوه طبعا، بيتم كمان الدمج في المجتمع بشكل بقى خاص، بنتكلم عن فرص عمل، بطولات اكتر مثلا للرياضيين بتوعنا. يعني انا بس عايز اعرف من حضرتك المتابعه اللي بتكون بعد كده معاهم. انا بقول لحضرتك المتابعه بتبقى في كل الملفات، كل وزاره فيما يخصها بتتابع، واحنا بنتابع، ومجلس القومي لاعاقه كل مهتم بهذه القضيه في مصر، يعني بنتابع وبنكمل اللي ابتديناه. يعني احنا مش بنعمل حفله وبنقف، كل الناس بتكمل وبتاخد بالتوصيات، واللي بنقدر نعمله زي ما معالي وزاره التضامن امبارح، يعني البرزنتيشن اللي عملتها بكل الايجابيات اللي الوزارات بتعملها، دي خطوات الدوله عماله تاخدها يوم بعد يوم. كويس، ما ده مهم ان احنا برضو نعرفه من حضرتك، دي نقاط في غايه الاهميه. على كل حال احنا متابعين برضو، ملف محترم، وبالتوفيق ليك يا باشمهندسه امل على العمل بجد الجيد جدا جدا اللي بتعمليه، شكرا جدا ليك. انبسطتوا امبارح صحيح من الاحتفاليه شاهدتوها؟ احنا مش ما شفناش. ايوه انا عارفه، بس اتفرجت، كلنا اتفرجنا عليها. انا اتفرجتها في البيت. انبسطتوا من المشهد اللي شفتوه؟ برضو خليني اخد رايكم. كان حلو يعني. كان حلو جدا كان صح؟ كان حلو جدا. طيب خليني بقى ارجع تاني، عشان كنت بسالكم عن فكره هنا الدعم. انا دلوقتي بطل ووصلت لحاجات او يعني مراكز حلوه قوي، ايه بقى احلامكم بعد كده؟ يعني انتوا بقى بعد كده عايزين تبقوا يعني ايناس، نفسك تبقي ايه في المستقبل؟ مغنيه. مغنيه؟ يعني انت دلوقتي رياضيه وعايزه كمان مغنيه، الاثنين مع بعض؟ انا في الكورال سولو. بجد؟ انت صوتك حلو يعني. طب احنا نسمع حاجه ولا مش مجهزه؟ انا بس عايزه اشكر يعني الكباتن بتوعي كلهم. طبعا اتفضلي. كابتن دكتور محمد بشكره جدا، كابتن عجمي، كابتن عصمت، كابتن حامد، كابتن هيثم، كل دول انا بشكرهم ان هم وصلوا وصلونا لكده. طبعا بس انا برضو عايزاكي تغني لو في حاجه محضراها حبه. طب يلا غني حاجه، غني حاجه للاهلي لو حافظه حاجه. لا انا ما اعرفش حاجه للاهلي. طيب خلاص غني اللي انت عايزاه. انا هنا هنا يا ابن الحلال، لا عايزه جاه ولا كتر مال، بحلم بعيش املاه انا سعد وهنا، انا هنا يا ابن الحلال. بتقعد تغني لكم محمد اوقات ايناس ولا لا؟ لا انا بغني اغاني تاني. هي بتقعد تغني لكم وانتوا بتتدربوا؟ لا. طيب قول لي برضو انت يا محمد ايه اللي نفسك تحققه في الفتره اللي جايه؟ عايز اغني وبمثل. عايز ابقى فنان بقى. طب والرياضه هتبقى دي مع دي ولا لا؟ دي مع دي مع دي. طب والشغل حابب بس يعني تحترف الغنى، مش حابب مثلا انت اصلا بتدرس ولا لا؟ عشان برضو انا متخرج من سياحه وفنادق. من سياحه، مش حابب تشتغل في مجالك؟ لسه بتشاور عقلك يعني. طيب على فكره انتوا نورتونا جدا بجد، انا مبسوطه قوي بيكم، وعايزين ان شاء الله يبقى في نجاحات كده اكبر وميداليات اكتر. انت يعني لسه عندك ميداليات تانية انا عارفه يا ايناس، ولسه ان شاء الله هتحصلوا على المزيد كمان. طب عايز اقول حاجه. طبعا انت ممكن تقول اي حاجه انت عايزها. انا بشكر الكابتن رئيس الجهاز كابتن عجمي، اشكره شكر خاص، وكابتن دكتور محمد فتحي، وكابتن محمود، وكابتن حامد، وكابتن هيثم، وكابتن عصمت. والله بشكرهم على مجاهداتهم وتعباتهم معانا بصراحه. وانا كمان بشكرهم، اعتقد لازم كلنا نشكرهم، ونشكر مره ثانيه يعني والدتكم ووالدكم والعيله كلها اللي بتكون دايما حريصه وفي ظهركم، دي حاجه مهمه جدا. لولا هم والله ما كناش وصلنا للحاجات دي. طبعا انا بتفق معاكي جدا. انا هختم بقى، ومعانا على التليفون بكابتن العجمي محمد سعيد، رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصه بالنادي الاهلي. يعني كابتن عجمي صباح الخير بجد، وانا سعيده حضرتك تكون معانا،
وعايزه اعرف كده برضو رايك ايه في الانجازات اللي عماله تحصل يوم عن يوم بجد الفئه كلنا بنتشرف بيها فعلا في المجتمع. السلام عليكم. اولا انا بقدم التهنئه للكابتن محمود الخطيب وقائمته بالفوز برئاسه المجلس دوره ثانيه 21-25. وثانيا بقدم الشكر لاداره النشاط الرياضي للكابتن رؤوف عبد القادر ان هي مهتمه الاهتمام الكامل زي مجلس الاداره بالظبط. وبقدم الشكر ليكم لان دي ثاني مره او رابع مره تستضيفوا اولادنا في البرنامج بتاعكم. اولا انا هديك نبذه بمجرد دقيقه دقيقه ونص كده. اتفضل يا على اولا اولادنا القاء الضوء على اولادنا الابطال منذ الهمم قوام الفريق المسجل عندنا 48 لاعب ولاعبه في ثلاث فروع، وقوام الاكاديميات في الثلاث فروع 116 لاعب ولاعبه، ومن ضم لهم للعلم بعض من اولاد الاعضاء من التجمع الخامس حتى يتم الانتهاء من منشات فرع التجمع. وفي اكثر من مناسبه يقوم الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بتكريم كل ابطالنا النادي الاهلي، وبيكون اولادنا ذوي التحدي بقى، هنقول الاراده والتحدي صحيح. علشان نغير المعنى اللي هو متضايق منهم في هذا التكريم. ونفس نفسي تسع الوقت ليكم حتى يتم استضافه جميع الابطال والجهاز الفني. طبعا انا ما اعرفش طبعا المساحه في القناه تبقى شكلها ايه، لكن اتمنى ان يبقى في استضافات دائما لاولادنا. بيحصل وهيحصل، بس خليني اقول لحضرتك كابتن عجمي بيحصل وهيحصل طبعا. احنا حريصين جدا ان احنا يعني نبرز هذه الفئه. انا بقول لحضرتك احنا فعلا بنتعلم منهم، دي مش مجامله. اتفضل يا فندم. كتر خيرك يا فندم. اولا هؤلاء الابطال من 2014 حتى 2021 ميدالياتهم على طول ذهب اكثر من باقي الميداليات، وفي اخر بطوله للجمهوريه في السباحه حقق النادي الاهلي المركز الاول على جميع الانديه، وتم تهنئه خاصه من رئيس الاتحاد المهندسه امل مبدل للنادي الاهلي على هذا النجاح الباهر. ويشارك النادي الاهلي في جميع البطولات حتى خارج القاهره، ويتم حجز لاولادنا في الفنادق حسب لائحه النادي لقطاع الناشئين في الالعاب الاخرى. والنادي طبعا انا بهنيه ان هو فاز بجائزه احسن مؤسسه رياضيه للابداع من الشيخ محمد بن راشد. اما الابطال اللي عندك الان في الاستديو دول ابطال فوق العاده، البطل ايناس والبطل محمد عبد القادر، ودول نماذج من زملائهم الابطال الذي قدمهم النادي الاهلي في البطولات الدوليه والاقليميه والعالميه، مثل سلمى علاء في الكاراتيه، وقد تم الاحتفال بها بالقناه الاسبوع السابق مع المدير الفني محمد حمدي الحاصل على وسام الرياضه من رئيس الجمهوريه، ويوجد ايضا المدير الفني الدكتور محمد فتحي للسباحه حاصل على وسام الرياضه من السيد رئيس الجمهوريه، وبعض ابطالنا من الفريق علاوه على الفرسان عبد الهادي خليفه ومريم عادل عزت ابطال عزب ابطال بطولات القاهره والجمهوريه في الترويض والقفز. ويقوم النادي الاهلي حسب اللائحه الخاصه بصرف بدلات انتقال ومكافئات فوز للثلاث مراكز الاولى في جميع البطولات. حتى في زمن الكورونا لم يتوقف صرف البدلات للابطال والمرتبات لجميع الاجهزه الرياضيه. واخيرا لقد تم هذا النشاط من يوليو 2005، وده يدل على اهتمام النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب باولادنا من ذوي الهمم قبل الدوله، حتى جاء سياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه واولى اهتمامه ورعايه اولادنا من ذوي الهمم والاحتفال بهم في احتفاليه قادرون باختلاف. وقد شارك في هذه الاحتفاليه بالامس بعض من اولادنا وكانوا صوره مشرفه للنادي الاهلي العظيم. دي نفس صغيره مصغره انا حبيت بس اقولها ليك، وانا تحت امرك لو في اي اسئله عايزه تسالها. لا انا مش هطلب اسئله لان حضرتك غطيت لنا كل حاجه، لكن انا هطلب ان حضرتك تنورنا ان شاء الله على الاسبوع الجاي ننسق مع فريق الاعداد كابتن عجمي، وملفات بقى هنفتحها لما حضرتك تكون معانا، ده هيبقى يسعدنا جدا. فوعدنا بقى انك تكون معانا باذن الله. جزاك الله خير. وانا برضو اشكركم تاني قناه الاهلي الرياضيه وبرنامج صباح الخير، لان فعلا الاهتمام بتاعكم الدائم ده باولادنا دي حاجه بتفرحنا وبتفرح اولادنا. واخيرا هقول لسيادتك تحيه خاصه
للجنود المجهولين وراء هذه الأولاد، وهم أولياء أمورهم. صحيح. هم اللي شايلين الحب الأكبر في هذه العملية، فأنا بحييهم وبشكرهم شكر خاص من قلبي والله. شكرا لك كابتن عجبي، نشوفك على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا، اشكركم مره ثانيه، وباذن الله زي ما كده هنفضل نقول يعني keep going او استمروا وشرفونا، وكل انجاز انتم بتحققوه بجد ده بيضاف في رصيد انجازات مصر حقيقي. شكرا لكم جدا. فاصل سريع وهنرجع نكمل. هنتكلم فيها عن فكرة هنا، يعني لما تيجي تتدرب تدريبات فترة طويلة جدا ويبقى عندك إصرار كمان على تحقيق حلم معين في هدف معين، أعتقد بيحصل. تكلم عن تسجيل بقى رقم قياسي في موسوعة جانس للأرقام القياسية، يعني حاجة مش بسيطة وحاجة كبيرة جدا، وأكيد الموضوع كبير كواليسه. يعني فالنهاردة معانا يعني نماذج مبهرة فعلا من المصريين اللي بيحققوا أرقام قياسية في مختلف المجالات، خصوصا بنتكلم تمارين حركات رياضية معينة، هنفهم كل ده منهم. بس خلينا نرحب بفارس شعبان، هو محطم أرقام قياسية بموسوعة جانس، ووائل عبد الناصر برضو محطم أرقام قياسية بموسوعة جانس. صباح الخير. صباح. حاجة جميلة والله بجد، بس أنا حابة الناس بقى تعرف أكتر يعني في إيه تحديدا، والتحدي كان كم، يعني أنت السكور بتاعك عدى مين قبلك؟ يعني خلينا نعرف. هبدأ بيك يا فارس. في البداية هو التمرين الجامبين جاكس، معروف عبارة عن أن أنت بتقفز في الهواء مع فتح القدم بفتحة معينة تبع الشروط الجايد لينس مع التماس اليدين. فالتمرين ده هو كان مسجل، بدايتي مع جينيس هو كان مسجل بعدد 116 في دقيقة، وأنا كنت عملت اختبار عليه لقيت نفسي أن أنا هقدر أحطم الرقم ده. كنت في البداية بعمل غلط، بس عرفت الأول أن أنا عشان أتواصل مع جينيس لازم أعمل أكاونت على الموسوعة، وتواصلت معهم قالوا لي 3 شهور وهيردوا علي. فأنا فضلت أتمرن في الثلاث شهور دول لحد ما قدرت أوصل. أول محاولة رسمية جبت فيها 119 عد، يعني كسرت الرقم العالمي. وبعد ما هم ردوا عليا سوء الحظ، يعني انا المفروض ان انا ابعت الفيديوهات وكده، فالرقم اتكسر للاعب الهند وجاب 123 في دقيقه. فانا كان قدامي كده يعني يا اما انسحب يا اما اكمل. بس انا قلت لا، يعني انا خدت الطريق من اوله فلا اكمل. وفعلا كملت، وقبل ما اصور بيوم كنت جايب 126 في دقيقه، لكن الحمد لله في وقت التصوير جبت 132 عدة، تفوقت عليه 9 عدات، وده فارق كبير جدا فيا. كنتش انت مصدق وقتها انك هتقدر؟ يعني حضرتك في اخر الفيديو بتاعي هي اللقطه دي ما اتصورتش، بس في اندهاش. حتى انا بدات ابطأ مش عشان انا تعبت، لا انا بدات هو انا معقوله واصل؟ انا بدات ابطأ، افتكرت هو ما دس على التايب. معلش بص بقى عشان الفيديو اهو، خلينا نفهم اكتر منك يا فارس. فاذا بتعمل الحركه دي عملتها 100 وكام؟ 132 عدة. 132 جامبين جاكس. طب انا عايز اعرف، يعني هي طبعا ممكن تقطع النفس لحد مش متمرن كويس. انت قبل ما توصل لل 132 مره انت كنت بتوصل لغايه كام وتتعب اول ما ابتديت؟ اول ما ابتديت كنت بوصل ل 102 103 خلاص مش قادر. وبفضل بقى اضغط على نفسي الجزء الباقي ده عشان اوصل ايه، اتعادل بس معاه، اجيب الرقم بتاعه. طب قولي الاصعب حاجه في التدريب ده او التمرين ده ايه؟ النفس انه بيروح ولا ايه؟ لا حضرتك، التمرين ده بيعتمد على ان اولا يكون لازم يكون في ليونه في مفصل الكتف، لازم يكون في عضله الضمه تكون مرنه، لازم يكون عضلات الفخذ تكون قويه بحيث انها تقدر تستحمل انها تشيل تستحمل معاك العضله لاطول وقت ممكن. والحمد لله مع التدريب، ولازم نفس طبعا، الحمد لله مع التدريب قدرت احطم الرقم ده. الرقم الثاني هو حاليا في المراجعه. انا للاعب بريطاني مسجل ب 72 اسمه هارلي، وانا حققت 77، ده رقم كويس جدا. طيب انا هرجع لك تاني يا فارس عشان نفهم. عارف انت لما تشوفها من بعيد تحس انها سهله؟ سهله.
انا فعلا لما جربت لقيت الوضع مختلف بس جداً. الموضوع اكيد ده. طيب وائل برضو خلينا نعرف منك يعني انت محطم ارقام برضو قياسيه بموسوعه جينيس بس في ايه برضو خلينا نعرف. تمام. هو انا عامه بدات رياضه من سن 13 سنه. بدات اول لعبه لعبتها هي الكونغ فو، واللعبه دي جت عن طريق ان انا اتاثرت بشخصيه بروسلي، لان شخصيه بروسلي ده هو اكتر واحد خلاني اصلا يعني اثر فيا ان انا ادخل الرياضه بشكل عام. فبدات بقى اشمعنى بروسلي يعني كان في نماذج مختلفه، عارف كان في ابطال الاكشن جاكي شان فان دام الابطال دي، بس بروسلي ده الوحيد اللي اتاثرت بيه من ناحيه فلسفته حكمته يعني القوه والبدنيه اللي عنده يعني في تاديه التمارين والمهاره العاليه اللي عنده. فانا بدات ابدا اشوف الافلام بتاعته واقلد وراه الحركات بتاعته. طبعا كنت بقع وبتصاب وبتعور يعني، ومامتك بتتجنن معاك وصاحي كده وتتعب. بس طبعا تدريبه كله طبعا بيبقى في الملاعب في المنشئات الرياضيه اللي هي العامه. براو. فطبعا فكره بقى اللي هي تمرين الضغط على صباعين ده اول رقم كويس انا كسرته منه. فطبعا انا شفت بروسلي من ضمن الحاجات اللي انا كنت بتابعها له ان هو كان بينفذ تمرين ضغط على صباعين بايد واحده. فطبعا التمرين ده بالنسبه لي انا اول ما شفته جات لي حاله ذهول وصدمه كده. هو مين يكون عنده القدره البدنيه ان هو ينفذ تمرين بالشكل ده؟ فطبعا بعدات كمان يعني فصعب. هي صعبه جدا، فلدرجه ان انا سالت مدربين عندنا هو في حد ممكن يكون عنده القدره البدنيه ان هو ينفذ تمرين بالشكل ده؟ قال لي بيبقى مع التمرين المستمر، يعني مع الاستمرار ما فيش حاجه صعبه منه. فطبعا اول بقى ما دخلت على اساسيات الموسوعه، طبعا في البدايه ما كانش عندي خلفيه وخبره عن الموضوع، لكن ليا صديق من الوادي الجديد طبعا كابتن محمود ايوب، طبعا معروف اكتر واحد محقق اكبر عدد من الارقام القياسيه في الشرق الاوسط، يعني نموذج مشرف يعني لينا كلنا محمود ايوب. فهو الوحيد اللي ساعدني واداني كل صغيره وكبيره في الموضوع من اول ما بدات لحد ما انتهيت. فطبعا من ناحيه بقى التمارين وكده، انا اول رقم بدات فيه كان تمارين الشقلبه الخلفيه عن طريق الحائط. احنا معانا الفيديوهات دي يا جماعه لو معانا ممكن نشوف برضو. فطبعا التمرين ده لقيت ان النفس فيه تقيل جدا وصعب عليا وكده، فسيبته بعدها. فجيت اخش في تمرين البوش اب، لقيت تمرين اللي هو التايتل اسمه على الموسوعه ذا موست تو فينجر بوش ابس وذ تو ارم وذ وان ارم ان 1 مينيت. اول ما شفت التايتل ده عرفت ان هو الرقم بتاع بروسلي. طبعا اول ما شفت الرقم ده حبيت ان انا يعني اجرب التجربه واخش وبدات اتمرن فعلا. كان في طبعا لاعب روسي متسجل بالرقم ده ب 55 في دقيقه. طبعا انا بدات تدريب في الرقم وانا وقتها اصلا ما كنتش بعرف اجيب 10 ضغط ورا بعض بايديا الاثنين. فطبعا الموضوع بس شوف بقى النقله، برافو عليك بجد. فطبعا الموضوع فعلا كان صعب بالنسبه لي في البدايه جدا. بدات ان انا انزل الجيم اعمل تمارين لياقه بدنيه بشكل عام، اشيل اوزان على ظهر وابدا اجيب تكرارات في الضغط وكده لحد ما الحمد لله. دي رحله نجاح فعلا يعني، دي انت بتتكلم وبتقولها بشفافيه. انا ما كنت ما اعرفش اعمل 10 ضغط، بص لغايه هنا. بص انا هرجع لك تاني لان احنا عايزين نسمع منك بجد، بس نروح فاصل اذان سريع ونرجع نكمل. فاصل ونرجع نكمل. طيب كنا بنتكلم مع فارس ومع وائل وفكره هنا تحطيمهم للارقام القياسيه ودخول موسوعه جينيس، وموضوع مش سهل. اكيد حاجه جميله جدا، بس انت عشان توصل لها بتتدرب وبيبقى في كواليس وبيبقى في تعب وبيبقى في احباط وبيبقى في نجاحات. فوائل انت كنت بتحكي لنا، كمل بقى. يعني انت ابتديت كنت بتقول ما بعرفش اعمل 10 ضغط، ليه ان انت وصلت بقى ودخلت اصلا يعني موسوعه جينيس؟ انا بعدها بقى فكرت ان انا انزل جيم اقوم اللياقه البدنيه بشكل عام. ان انا اشيل اوزان على ظهر واجيب تكرار في الضغط مره تكرار مره في الثانيه. بدات بقى اجيب مثلا 20 ضغط 30 لحد ما الحمد لله وصلت ل 100 عدد الضغط على ايديا الاثنين. برافو. فبعد كده بدات اللي هو العب على اطراف الاصابع العشر صوابع. بعد كده بدات بشكل تدريجي 9 8 7 6، بعد كده بدات بايد واحده، وبعد كده على اطراف الاصابع 5 4 3 لحد ما وصلت الاثنين. وبعدها بدا معايا التدريج بقى اللي هو اول ما جبت الصبعين بالظبط كنت بجيب حوالي 5 عدات، وكنت بسند بالمفصل بتاع الصبع اللي هو الوسط ده، والثاني والصبعين الاثنين بيبقوا في الارض عادي، بس كنت بجيب حوالي 5 عدات والجسم ما كانش على استقامته نهائي. ففضلت تدريب حوالي بالظبط 8 شهور لحد ما الحمد لله بقيت مؤهل للحركه. تدريب من نفسك ولا حد كان بيدربك؟ يعني انتوا كنتوا بتدربوا نفسكم اصلا؟ لا هو لا انا في الرقم بتاعي انا اصلا ما كانش، يعني انا اولا كنت خارج من اصابه. يعني انا اصلا بدات الرياضه في اخر 2018 وتقريبا اتمرنت 6 شهور واتصبت، جالي اصابه جامده، فخلاص اللي هو انا احبطت. انا كان نفسي اعمل كذا وكذا وما عرفتش. ففكره الرقم والكاسه دي جت انا ما صدقتش، انا شفت كده هل انا ممكن ابقى في جينيس؟ بس هو فعلا انا اهلي ما كانوش مقتنعين ان انا ممكن اعمل انجاز زي ده.
بس انا شايف نفسي ان انا هعمل انجاز زي ده. الكلام ده من صغري، انا شايف نفسي ان انا هوصل لحاجه. كنت بتدرب نفسك يعني؟ بس في ايه مش عارف يعني، انا شايف ان انا هنجح. هبقى حاجه بس مش عارف ايه. مع الوقت فعلا، انا زمان ايام ما كنت بتمرن على مكان 116 في دقيقه كنت اقول ان انا استحاله اوصل 100 ل 130، مش 132، بس انا حاليا مسجل 132 وفعلا مفيش حاجه اسمها مستحيل. برافو عليك. لا وانت كمان اللي بتدرب نفسك يعني، برضو من قصتك يا وائل انا فهمت ان انت مدرب نفسك، انت مش جايبين حد بيدربك يعني، انت المسؤول عن التغذيه واللياقه والنفس وكل ده. بس لما بيكون مثلا في نقط حكمه قوي سواء فيها اصابات او كده، ليا كابتن ومدربي اسمه احمد السعيد، ده اللي بيقف بس معاه في التفاصيل الصغيره او اللي هي الصعبه، بس مش اكتر. انت هنا عملت كام عده معلش؟ دي سجلت حوالي 62 في دقيقه، بس للاسف اتسجلوا 58. واعلى حاجه كانت كام؟ اقل حاجه كان قبل لاعب روسي اسمه مانفيل ماميا كان مسجل 55 في دقيقه. انت اعلى حاجه 58. ما جبت 62 بس للاسف اتسجل 58. صعبه قوي دي بقى، شكلها صعبه يا فارس يعني. عندك شكلها سهل مع انها مش سهله، بس دي شكلها باين. ايوه دي شكلها صعبه فارس. صعبه جدا. وانتوا بتحمل كله على صبايا. لا مش سهله، بس اللي احنا نقدر نقوله ان مفيش حاجه فعلا مستحيله. مفيش حاجه اسمها. وطول ما انت عندك حلم اشتغل عليه. ما هو انت كنت هتوصل لده ازاي سواء فارس او وائل، كان هتوصل لده ازاي الا لما تمرنوا، الا لما بيبقى فيه صبر. تتكلم في 8 شهور علشان توصل لده حاجه مختلفه. ونفس الرقم جداً ده انا برضو يعني كسرته، بس الفرق ان هو على الابهام بس يعني، من 70 شلت السبابه وبقى على الابهام لوحده. بس ان شاء الله الرقم ده في المراجعه، وان شاء الله مستني الرد بعد 15 يوم باذن الله. انا مبسوطه بيك والله بجد، انتوا نورتونا. وقصص ملهمه يعني للشباب اللي بيتابع دلوقتي من الاهلاويه حتى او غير يعني، بيتابعنا في 10 الصبح في الاهلي وقناه الاهلي. حاجه حلوه ان انت تسمع حاجه زي كده. الناس بتبقى قاعده محبطه، لا انا مش هقدر. تعال برده انا كنت فتره برده بس يعني انت حتى هو بنتعلم يعني من قصتك. انت حتى المحيطين حواليك مش ما كانوش مؤمنين بيك، بس يعني كانوا شايفين انها صعبه، بس انت قدرت ودي حاجه كويسه. وانا هختم بقى واقول ايه، انا هقول يعني اشتغل لغايه لما تتكسر وتدخل موسوعه جينيس. تالي حاجه اهو وارده انها تحصل. انا بشكر حضراتكم على متابعتنا، ونشوفكم بكره على جديده و10 الصبح في الاهلي.